كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا عيد تكريس كنيسة مارجرجس الروماني أو الكبادوكي، وعيد استشهاد قديس مارجرجس السكندري. من ضمن الحاجات الحلوة اللي كانت في الترانيم لما كنا بنتعلمها واحنا صغيرين، لما كان يبقى في ترنيمة فيها تاريخ حد من الشهداء، فكنا بنبقى حافظين التاريخ من خلال الترنيمة. فمثلا يعني مارجرجس كان في ترنيمة زمان تقول ايه؟ ده كنيستك تذكر تكرسها، سبعاها طريا قدسها، وشهادتك 23 برموضة يا أمير يا أمين، ماري جرجس يا ماري جرجس. فتحفظ فيها ان تكريس الكنيسة سبعة هطور وشهادته اللي هو استشهاده 23 برمودا. فتلاقي نفسك ما تنساش التواريخ دي ابدا. يعني هكلم حضرتك عن الموضوع بس عشان الوقت شويه سرح مننا، يعني حاول اختصره شويه. يمكن الشباب دلوقتي كانوا ايام ثوره يناير سنه في بدايه 2011 كانوا لسه صغيرين شويه، لكن الناس كلها عارفه، وحتى اللي منهم كانوا موجودين كانوا صغيرين بس كانوا متابعين الاحداث. اكتر مشكله كانت موجوده مع الثورة دي حاجة كده أو لفظ كانوا بيسموه إيه؟ مصطلح يعني الانفلات الأمني. يعني إيه الانفلات الأمني؟ يعني خلاص مفيش أمن، الشرطة حصل عندها مشكلة، وبقى كل واحد بيعمل اللي هو إيه؟ عايزه، حتى لو كان اللي هو عايزه ده غلط. مفيش قانون، يعني القانون خلاص مفيش حد بيطبقه، مفيش جهة يعني تنفيذية بتطبق القانون، لأن كان فيه مشكلة في الأمن عموما يعني. وزي ما انتوا شفتوا ابتدت يعني الواحد ممكن يبقى قاعد في المكان بتاعه أو المحل بتاعه ويخش ناس عليه تسرق، لدرجة ان كانوا بيخشوا جوه الأشغال في الصالات بتاعت الشركات وياخدوا أجهزة الكمبيوتر وياخدوا الحاجات دي كلها. فانفلات ما بعده انفلات. طبعا كنا متخيلين ان لما هتبتدي ترجع تاني الانضباط الأمني بقى الناس ترجع زي ما كانت. هو رجع الانضباط الامني ان القوانين ابتدت تطبق وبقى في امن، لكن في نقطه بقى احبائي هي دي اللي عايز اتكلم عليها، ان اصبح هناك انفلات شخصي في الناس. يعني الناس اصبحت منفلته، ودي مشكله بقى كبيره جدا جدا. هتلاحظوا يعني دلوقتي ان في اشياء حضراتكم بتشوفوها على الميديا عن طريق النت او عن طريق شاشات التلفزيون وكده، الناس تقول ايه ده فلان بيشتم كده عادي، ولا ضابط ولا رابط، انفلات. فعايز اديكوا بس كده يعني الكتاب المقدس بتاعنا قال ايه بقى، لان الكتاب المقدس وتعاليم ربنا هي اللي بتصلح ده. يعني ممكن تلاقوا ان الدولة بتحاول ان هي تظبط الامن وتطبق القانون وهكذا، بس احنا بنقول ان بقى في مشكلة ايه؟ شخصية. الناس من جوه بقى الانفلات عندها عادي ولا يشعروا فيه باي مشكلة، وهي دي الكارثة الحقيقية. هي دي فعلا اللي محتاجة إصلاح، إن احنا نجيب عربيات شرطة ونأمن والإقسام، ده دور الدولة ده هي عملته. لكن احنا بقى الناس اللي منفلتة دي ايه وضعها؟ ارجعوا حضراتكم كده تلاقوا إن سليمان الحكيم قال ايه؟ قال لك البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه اللي يقدر يملك على نفسه يعني على روحه خير مما يملك مدينة. الناس احبائي احيانا تفتكر ان في يعني في كلام في الكتاب المقدس مبالغ فيه. هل الانسان اللي يضبط نفسه ويملك روحه اعظم من واحد يملك مدينه كامله بكل ما فيها من ناس وكده؟ اقول لك حقيقه، صدقني الحقيقه في انسان ممكن يملك المدينه ان هو يطبق قوانين صارمه ويبقى سهل، ده مش صعب. لكن يقول لك سيطره الانسان على نفسه دي ممكن تبقى اصعب من انك انت تسيطر على حيوان مفترس. تقولي لي مش الدرجه دي؟ اقول لك لا. طب هقول لك حاجه، الانسان قدر ان هو يستأنس الحيوانات المفترسه. تعرفين ان الحيوانات تخاف جدا من النار مهما كان الحيوان وحشي او كاسر، لكن يترعب من النار. الانسان خلى الاسد ينط من الحلقه اللي فيها نار في السيرك، شوفوا الحاجات دي، قدر يوصل له يكسر جواه الاحساس ده ويستأنسه لدرجة انه يسيطر عليه، على اسد حيوان مفترس، في حين انك تجد انسان لا يستطيع ان يضبط نفسه او يأثر على نفسه او يضبط نفسه. تخيلوا، عشان كده الموضوع يستحق مننا الكلام،
تخيل لما نقدر نسيطر على الحيوان المفترس، لكن إنسان مثلا مش قادر يسيطر على غرائزه أو يسيطر على ما يتعبه، يقول لك كلمة مش قادر، مش قادر، ده نوع من أنواع الإنفلات. طب إيه اللي يعمل لنا بقى أو يعالج لنا المشكلة دي؟ الضبط، ضبط النفس. والحقيقة المفروض إحنا كأولاد ربنا يبقى عندنا الضبط ده. ليه؟ لأنه حضراتكم ده مش فضل مننا على قد ما هو أترك، بس أترك الروح القدس اللي جواك يشتغل هيديك الضبط ده. ليه؟ هي من ثمار الروح القدس إيه؟ محبة وفرح وسلام طول أناه أهو، وتعفف وداعة. تعفف دي يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة شداني لدرجة أن أنا أبقى منقاد ليها ومنفلت. أنا إنسان مش عارف أتعفف، لا الروح القدس يديك تعفف. أنا إنسان ما بعرفش أسيطر على أعصابي، لا طول الأناه الروح القدس يديك طول أناه، بس أنت سيبه يشتغل، هيئ له الظروف أن هو يشتغل. هتشوف حضرتك ساعتها أنك أنت إنسان تاني. احنا مشكلتنا يا جماعة أن احنا دائما ننظر إلى أهل العالم ونبتدي نعقد مقارنة معهم، هو احنا مش زيهم ليه؟ أو ما هما بيعملوا احنا نعمل؟ يا جماعة أرجوكوا لازم نحس بقيمة أو عمل الروح القدس اللي موجود جوانا. يجعلنا قديسين، برضو الكلام ده مش مجاملة، مش أنا بجاملك أقول لك ده أنت قديس، ده أنا بقولها لك في القداس، في كل قداس القدسات القديسين، نصبح قديسين حقيقي. بس بفعل إيه؟ بفعل تطهير الروح القدس لينا، صح؟ ده اللي احنا بنعيشه دايما في القداس. فعايز أقول لحضراتكم بس بعض الأشياء كده، إيه المجالات اللي تحتاج منك ضبط النفس؟ أرجوك وركز فيها. أول حاجة طبعا في زماننا ده الطهارة والحواس عموما. الحواس دي هي المدخلات اللي عن طريقها بتخش كل حاجة للإنسان من جوه. زي ما زمان كده كان يجوا في امتحان مادة الكمبيوتر لما يبتدوا يعلموا الولاد يقولوا لهم إيه الإنبوتس بتاعت الجهاز أو المدخلات، الحاجات اللي بتدخل بيها داتا للكمبيوتر إيه؟ فاللي يقول لك الكيبورد بكتب بيها، ماشي، السي دي بحطه أدخل بيه بيانات، ماشي، الفلاشة، كل دي حاجات بنغذي بيها الجهاز. بالنسبة للإنسان حواسه هي المداخل اللي بيخش عن طريقها كل حاجة. لو أنت إنسان عندك ضبط الحواسك تبقى إنسان قوي جدا، قوي جدا. وعايز أقول لك لو أنت عندك ضبط الحواسك يبقى عندك ضبط لأي حاجة، لأي حاجة في في فيك في تكوينك، طالما قادر تضبط الحواس يبقى أنت تقدر تسيطر على أي حاجة، إنسان قوي. فهديكوا بس مثل من ضمن الحواس، يعني مثل واحد لأن ده أصعب شيء، اللسان. طبعا احنا كلنا يعني ما شاء الله لساننا ايه حلو كده، طوله جميل يعني، صح؟ ده اللي حصل، خلي بالكوا، بعد موضوع الانفلات اللي بقول لكم عليه، ان الصغير ما بقاش يقول فيه كبير، انا ممكن اغلط في اي حد. ده اللي عمله موضوع الانفلات. انا عايز اقول لك ان الكبير ممكن يبقى غلطان، مش لازم يبقى صح، بس ما توصلش ان انا اغلط فيه مهما كان اي كبير. ما بقولش حتى على درجات القرابة في الأسرة، يعني الأب والأم، بس أي كبير يقول لك كده ما أقدرش أعمل كده. وأنا بحترم قوي قوي الولد أو البنت الصغير اللي لسه صغير يعني، وهو بيكلمني أو بيعترف أو كده يقول لأبونا عملوا كذا، بس الحقيقة أنا ما عملتش كده. بحس الولد ده جدع. ليه؟ لأنه رغم أنه صغير بس هو يعلم أن في فرق بين سلوكيات العالم ونظامه وبين نظامي أنا. حتى لو كان اللي موجود في العالم ده الشائع بقى طبيعي بقى عادي، هم أحرار. لكن رغم أنه صغير يقول لك بس أنا ما أقدرش أعمل كده، وما أقدرش دي مش خوف، لا ما أقدرش دي عزة نفس، ما أقدرش دي عمل الروح القدس فيه، ما أقدرش دي يعني أنا ابن ربنا ما عملتش كده، ما أقدرش دي يعني أنا عارف قيمتي أن ابن ربنا فما نزلش نفسي. مش خوف أبدا، ده بالعكس دي قمة الإيه؟ قمة القوة. عشان كده بدعوكوا يا جماعة ان احنا خدوا فترة من الزمن، اسبوع زي ما انتوا عايزين يعني، لاحظ فيها لسانك بيقول ايه. احنا على فكرة ممكن نكون بنتكلم كتير بس مش مركزين قوي، فممكن يعني انتوا احيانا في ناس مثلا ساعات لما اكون قاعد مع حد وهو بيعترف بس مش واخد باله، وبيحلف وهو بيعترف، يعني بيحكي لي حاجة فبيحلف لان الكلمة ايه يعني لازقة في لسانه شوية، فانا ساعات ابتسم يعني مش عايز احرجه بس ابتسم. يا ابونا بتضحك ليه؟ اصل انت حلفت دلوقتي. يقول لي لا انا ما حلفتش. من كتر ما تعود على الكلمة
فما بقاش يدرك ان هي بتطلع منه من غير ما ياخد باله. واخدين بالكم؟ هي دي مشكله انه ساب نفسه لدرجه ان الكلمه بقت لازمه في بقه او في لسانه، وحتى وهو بيعترف مش واخد باله ان هو غلط تاني او يعني كرر المشكله. فهو ده الضبط. فاول عضو تاخد بالك منه لسانك. ارجوك حط كلماتك ولسانك تحت المجهر كده لفتره زمنيه، هتكتشف بلاوي. عارفين لما ساعات كانوا زمان يعني في الجامعه او كده يجيبوا لنا ميكروسكوب ويوريك الحاجات اللي تحتيه، تمام؟ يعني يجيب لك غشاء صغير كده ان شاء الله حتى من عند ايدك، يعني يقول لك حط ايدك تحت الميكروسكوب وتفرج، تبص تلاقي ايه ده، حاجات بتمشي وحاجات كده، يعني الحاجات اللي موجوده في اقول لك مش شايفين ليه، اصل انت ما بتشوفش الحاجات دي، ما بتبانش بالعين المجرده، دي محتاجه تتحط تحت مجهر قوي فيبان. هكذا الانسان، تلاقي كلماتك وتصرفاتك واسلوبك انت تشعر ان هو ما فيهوش مشكله. امتى تحس ان انا الله ده انا بغلط، ده انا بحلف كتير، ده انا اسلوب كلامي جارح اللي انت كنت فاكر ان هو ما فيهوش مشكله؟ ادعوك مره انك يعني، بس مش انت بقى، حد يصورك بالموبايل وانت متضايق من غير ما تاخد بالك، واتفرج على نفسك بعد ما تهدى، انت هتقول ايه؟ ايه ده، انا معقول انا كنت كده؟ معقول عروقي كانت طالعه كده ووشي كان محمر كده؟ وطبعا احنا عمالين نقول له يا عم اهدى، يقول لك ما انا هادي، ما انا هادي، دي كده ما تجيش. لما يشوف نفسه ويشوف طريقه كلامه يقول لا يا انا كنت كده، يبتدي يعدل بقى من وضعه او من الفاظه لما يتفرج على نفسه. جميل جدا ان انا اشوف نفسي قبل ما حد غيري يشوفني، او قبل ما اقف، يعني انا اقف قدام مرايه نفسي وحاسب نفسي واعدل من نفسي قبل ما اقف قدام في اليوم الاخير وبقى مش عارف اقول ايه. ده الانسان القوي هو اللي يعمل كده. عشان كده بقى القديس يعقوب في رسالته قال ايه؟ قال كلام قوي جدا، يقول لك اما اللسان فلا يستطيع احد ان يذلله، هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. طبعا الكلام ده امتى؟ لو انا سايبه يعمل اللي هو عايزه بدون ضبط وبدون ربط. شوف شوف يعني يوصف اللسان ازاي، يقول ان هو شر لو الانسان فعلا سابه. ليه؟ هتخسر ابديتك لو انت انسان شتام وحلاف وانسان متنمر وانسان بالدين، ما كل ده باللسان. هتخسر علاقاتك مع اللي حواليك لو انت انسان بتسيء التعامل، انسان جارح في اللفظ، انسان دائما مستمر في ملامة الناس، فالناس هتبعد عنك. ده انت لو انسان الفاظك وصعبه وما عندكش اسلوب في الحديث، ده انت ممكن تعمل مشكله في بيتك نفسه، سواء لما تكون كبير مع زوجتك واولادك، او لو انت لسه صغير مع والدك ووالدتك واخواتك، لانك هتجرحهم. يعني والد حضرتك هيفكر كده، ابني اللي انا بربيه بيكلمني بالاسلوب ده او بالطريقه دي، اتعامل معاه ازاي؟ ده ما بيحترمنيش، يعني ده الف ب، هكمل معاه ازاي؟ عشان كده بقى ايه؟ رجع وقال لك ايه تاني؟ ان كان احد لا يعصر في الكلام فذلك رجل كامل. يعني الانسان اللي كلامه واخد باله وعارف الكلام راح فين، ده انسان وكانه بقى انسان وصل لمرحله الايه؟ لمرحله الكمال، قادر ان يلجم كل الجسد ايضا. يعني اللي يظبط لسانه بس ويعمل عمليه ضبط يقدر يلجم كل الجسد. ليه؟ لان انتوا عارفين ان اللسان عضو طول النهار شغال. لو لقيت كلامك ابتدى يبقى ظريف، ما بتستخدمش الفاظ الشارع والالفاظ الصعبه دي، وابتديت فعلا تبقى قادر بعد ما دربت نفسك ان مش اي كلمه اقولها ومش اي لفظ اقوله، خلي بالكم انا يمكن قلت لكم مره الكلام ده قبل كده، في الفاظ ما نقدرش نصنفها شتيمه، لكن حتى ان احنا نقولها ما يليقش بينا، لان اللفظ كده سوقي شويه، انا اسف يعني، رغم ان هو مش خطيه، يعني مش خطيه، بس ان انا اقوله على لساني لا ما يليقش. عشان كده لما حضراتكم تسمعوا ناس راقيه في التعليم وفي التربيه وبيتكلم باسلوب كده حلو، تحس ان انت اي حد قاعد بيتفرج على الراجل ده يتفرج، ما عندناش مشكله. وفي ناس تانية لما تتكلم، وبرضه على فكره ممكن يكونوا واصلين لدرجات علم بس درجات تربيه بقى مش قوي، ما هو العلم مش معناه تربيه. ممكن تلاقي ابتدى يتكلم عايز تسد ودان ولادك كله، تجيب قطن وتسد لهم ودانهم من كتر الالفاظ. بقى الراجل ده دكتور في جامعه، ده دكتور، الراجل ده في المنصب المرموق ده وبيتكلم بالطريق ده وبالطريقه دي والاسلوب دي، للاسف. لا اصل ده الجو دلوقتي ماشي كده.
فأرجوك خلي بالك كده، عشان كده دايما نصلي نقول له إيه، ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. تلاحظوا إن من بعد طبعا الانفلات اللي حصل ده وكده، المفروض إنك لما تقف مع إنسان مسيحي من طريقة كلامه تعرف إن ده مسيحي، ما بيحلفش، بيقول صدقني، بيقول بأمانة، ما بيشتمش، بينتقي اللفظ، ده المفروض. لكن نتيجة إن إحنا شوية ماشيين مع الانفلات اللي موجود وبنعملش عملية ضبط زي ما ربنا قال في الكتاب المقدس بتاعنا، فبقت صعب جدا إن أنا ممكن أقابل اتنين أو تلاتة فيهم ناس مسيحيين وناس من العالم، ما بقاش عارف هو فين ابن ربنا فيهم، ودي مشكلة. عشان كده لازم يبقى عندك حاجة اسمها إيه؟ ضبط الحواس، وخاصة الإيه؟ وخاصة اللسان. خلي بالك كون ان انت تهين شخص دي يعني الموضوع ده صعب جدا. انا ممكن يعني اقبل فكرة انك تلوم شخص او توبخه باحترام، انك تقول له مثلا حضرتك ما ينفعش هنا، النظام هنا كده ما ينفعش، اقبلها. لكن انك تهين شخص كبير او صغير مش من حقك. تهينه ليه؟ يعني ليك عنده ايه؟ سواء كبير او صغير، حتى لو الشخص ده بيعمل حاجة غلط، خد الاجراء اللي انك توقف الغلط، مفيش مشكلة، انصحه وجهه مفيش مشكلة. طب لو طفل وعنيد اكلم والده ووالدته مفيهاش مشكلة برضه. لكن اهينه، خلي بالك انت في اللحظة اللي هتهينه فيها انت هتحس بنفسك ان انت وقفت الغلط ده وخدت الحق او جبت الحق، لكن انت زرعت جوه هذا الطفل الصغير احساس بالقهر وعدم الشعور بنفسه لانه تهان. يا عالم ده لما يكبر يعمل ايه؟ انت عملت لنا قنبلة هتنفجر في أي وقت، سواء هو صغير أو هو كبير. فأرجوك أضبط حواسك. أنا خدت اللسان كمثل. في نقطة تانية ممكن محتاجة مننا ضبط، حاجة اسمها إيه؟ تعظم المعيشة. مش لازم كل حاجة غالية وبأسلوب يعني مبالغ فيه، إن بما إن العالم بره جابها لازم أنا أجيبها. خلي عندك ضبط. في أمور تنفع ومتاحة أفيلابل يعني ماشي، في أمور تانية مبالغ فيها مش لازم أجيبها علشان أنا عايز أبين نفسي بيها أو أتعالى بيها أو هي دي اللي تديني قيمتي يعني. لا، خلي عندك ضبط، بلاش يبقى الموضوع بالنسبة لك منفلت. في ناس ممكن تبقى ظروفها متوسطة كويسة وتلاقي ابنهم أو بنتهم يعني مدبسهم في حاجات غالية جدا لمجرد أنه هو عايز يتمنظر بيها قدام أصدقاء، والأهل مش عايزين يزعلوه، وده وإن كان ده نوع من أنواع التربية الخاطئة طبعا، مش عايزين يزعلوه، فهم مضغوطين جدا ومش قادرين يكفوا احتياجات البيت عشان يجيبوا للولد موبايل أحدث حاجة نزلت ب60,000 جنيه، عشان وسط أصحابه يقول أنا معايا الموبايل الماركة الفلانية. هو أنهي أهم، البيت والأكل والمستقبل، ولا أنا أجيب موبايل هو بالظبط كمان سنتين هينزلوا واحد جديد والسوفت وير ده هيقدم واحتاج أن أنا أجيب واحد تاني. الناس بقى اللي عندها ضبط نفس واللي عندها ثقه في النفس يقول لك ما يفرقش معايا ان انا اجيبه، ده مش مشكله، اللي معايا مقضي وكويس، ايه المانع؟ فخلي بالك، خلي بالك كمان في رد فعلك تجاه المشاكل. يا ترى عندك ضبط نفس ولا انت بقى بتقول بصوا بقى اصل انا لما بصور ما بشوفش حد قدامي؟ الكلام ده مش صح يعني، واللي يقول كده ده مش سند او تعليل لخطأه، لا انت كده غلط، اللي بتعمله ده حضرتك غلط. مفيش حاجه اسمها انا ما بقوم ما بشوفش حد، طب ما ده غلط مش صح، دي خطيه، انت مش قادر تضبط نفسك. رد فعلك تجاه المشاكل او تجاه الضغوط بيبين قد ايه انت مليان بربنا. يعني في احيانا نعمل غلطه ان ابننا او بنتنا غلط اي غلطه، سواء كانت يعني غلطه مقبوله او حتى لو غلطه كبيره، فابتدي انا انسان ما عنديش ضبط النفس ده خالص، فبدل ما اعالج المشكله وممكن حتى ان انا يعني اشوف الشخص اللي اخطا، وزي ما قلت لكم ممكن اوبخه، ممكن اعاتبه، ممكن اقومه بكلام يمكن يكون شديد شويه. قديس بولس الرسول قال لتيموساوس كده، قال له وبخ، بس وبخ ايه وانتهر وعز ايه؟ من اجل بر الناس، مش وبخ ان انت تهينهم، ما كانش المقصود بيها كده. فلو انا اضطريت اعمل كده بمنتهى الادب والاحترام هعمل كده، لكن لو انا خرجت عن الحدود وكان رد فعلي الرد العنيف
ما احتملتش وصرت وابتديت اتلفظ بالفاظ. طب ما انت بتعلم اللي قدامك كده ان هو كمان لما يكبر هيعمل كده زي ما هو شاف. لكن الولد او البنت الصغيرين اللي بيشوف والده او والدته لما تحصل مشكله ازاي بيعالجها بحكمه وهدوء حتى لو كان فيها توبيخ بس بهدوء، هو كمان لما يكبر هيعمل كده مع اولاده. ولو كان بيتضرب لما يكبر هيضرب اولاده. ولو كان بيتشتم ويتهان لما يكبر زي ما يكون جاله الفرصة بقى انه يفش غله ويطلع الكبت اللي كان عنده هيضرب وهيهين ولاده. الكلام ده كله مش صح. كل ده اللي بقول احكي لكم حضراتكم عليه ده نوع من انواع الايه؟ الانفلات. اخر حاجة، الموضوع كبير بس انا اخترت نقط صغيرة كده. في ايضا يا احبائي انفلات فكري، ان فكرك يشت ما تدلوش ضبط. لا يعني مثلا احيانا جسد الانسان يلح عليه، انسان عايز يعيش في جسدياته للاسف الشديد فما عندوش ضبط، عنده انفلات، فيكمل الانفلات الجسدي بتاعه انفلات فكري. يعني ايه انفلات فكري؟ يعني ما دي مش خطيه، اللي انا بعمله ده مش خطيه، انا عايز اعيش في الغلط ومع انسانه تانية ده مش خطيه، ده اسمه حب. بصوا الفكر لما يتطرف بدون ضبط بيشت، وربنا يمنع الحب ليه؟ مش هو ربنا اللي حط جوانا ان احنا نحب بعض؟ طب لما احنا نحب ربنا يقول لا تعاملاتكم مع بعض تبقى خاطئه؟ ما ربنا قال اه بس في اطار ايه؟ الزيجه، في اطار ان ربنا يحل، ما ربنا ما قالش لا. فكون ان حضرتك عايز تطلع بره الاطار ده وتتعامل بره فدي خطيه. فيبتدي بالفكر، لو لقى ان الحد يعني الحد الفكر ده هو مش قادر يحقق اللي هو عايزه ولسه حاسس ان شويه ضميره مأنبه ان ده غلط، يشت بقى خالص يقول لك ايه؟ طب هو ما فيش ربنا بقى، هو اصلا ما فيش ربنا، ونخش في مشاكل الالحاد وكده. كل اللي بيخشوا في المشاكل دي او في التطرف ده لانه عايز يعمل شيء غلط، وما زال الروح القدس لو هو ابن ربنا او حتى الضمير الانساني لو هو يعني مش ابن ربنا بيقول له خلي بالك ده غلط. هو عايز يخلص من التنهدات دي، من الالحاح الداخلي ده، فيبتدي يبرمج فكره ان هو ما فيش ربنا اصلا، وان بقى ان الكره الارضيه دي نتجت من انفجار، والافكار الغريبه اللي احنا بنسمعها. ليه؟ عشان لما يعمل الغلط ما يحسش من ضميره من جوه ان بيقول له خلي بالك ده غلط، دي خطيه، هتقف في اليوم الاخير تقول لربنا. فهو عايز يخلص من كل الاحاسيس ومن كل الالحاح الفكري ده، فيبتدي يقول لك ما هي اسهل حاجه ايه؟ ما فيش حد هيأنبني ولا حد هيقول لي انت عملت الغلط ليه؟ هو ما فيش حساب اصلا، ما فيش دينونه، ما فيش لا سما ولا حاجه، احنا كلنا هنموت الموضوع هينتهي، ده ما فيش ربنا. ادي الحل اللي دماغه ارشدته اليه. دي مشكله. فأرجوكم محتاجين نراجع نفسنا شوية. أي إنسان يرى في نفسه أنه منفلت في شيء، نظراته منفلتة، فكره منفلت، ألفاظه منفلتة، علاقاته منفلتة، ودي بقت موضة سيئة، يعني دي عايزة مرة لوحدها. يا جماعة العلاقة اللي بين أي إنسان وإنسان لها حدود. يعني ما ينفعش أن العلاقة بين اتنين زملاء في الشغل، واحد رجل وامرأة، تتعدى الحدود، ابتدي يعرف اسرار بيتها مثلا او جوزي عمل ليه؟ ده زميل، يعني حضرتك تفضل الشغل بتاعك، انا اتفضل الشغل بتاعي، اذا كنا حتى بنفطر مع بعض في الشغل ده اخر حاجه، بس خلاص بنتكلم في امور عامه، في مشكله كانت حاصله في البلد ماشي، هي دي حدود الزماله، غير كده مفيش. الموضه كمان اللي انا يعني بتصيبني بنوع من انواع الحزن، المدرس وتلمسته او المدرس ايه يا جماعه ده؟ مدرس يعني مدرس، يعني احترمه، ويعني انسان راقي وعالي، ما يبتديش يكلم بقى ولاده الصغيرين ولا بناته الصغيرين اللي في اعدادي وبتاع ويتقرب ليهم قوي، يتودد قوي يعني، وبعت لهم مسجات الساعه 2 و3 بالليل ايه ده؟ انت مدرس، يعني المفروض زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان انت بتربي اجيال. فمعلش انا بقول حتى لو في ناس للاسف وصلوا للمكانه دي وهم غير مؤهلين ليها، خلي ولادنا احنا اللي واعيين بقى هنعمل ايه. طيب اذا كان الكبير كده هنعمل له ايه؟ يبقى نخلي ولادنا فاهمين ان حدود تعاملاتي انا عندي ضبط. الاستاذ ده الاستاذ بتاعي على عيني وعلى راسي، الموضوع هيزيد لا، والاسره من حقها تتدخل. ولو الشخص ده كده يعني عنده انفلات ومش حاسس بقيمة الفرق ومكانته هنشوف غيره ان شاء الله. رب يكون هو ده اللي بينجحنا ويخلينا نجيب 100% بنقص، مش عايزين ده. فلو العالم حوالينا منفلت ننضبط احنا،
مش نسوق بقى مع الموجة، ما هو كله بيعمل كده فاحنا نعمل كده. لا لا، احنا اولاد ربنا، زي ما بقول لكم كده، الناس تتعامل معانا تحس بهيبة. يعني ده نفسي كده، الولد اللي بيتعامل في الجامعة مع 15 بنت مختلفين من العالم ومن ولاد ربنا وكده، لازم يحس ان بنت ربنا دي مختلفة، هي مش بنت سهلة اي حاجة عندها عادي، لا هي بتضحك وبتهزر وجميلة واجتماعية وكل حاجة. حضرتك هتحاول تتعدى حدودك هتهبشك، هو نظامنا كده، بكلمكم بجد، اشغالنا كده، سواء كنت انا رئيس او مرؤوس، انا بتعامل مع الناس اللي تحتية بمنتهى الاحترام والشغل. انا عايز منك كذا، حضرتك بتديني الشغل المطلوب فوق دماغي، مفيش اي مشكلة. هتتعدى بقى حدودك وتبتدي تخش في بيتي ومشاكلي، ولو انا طبعا كنت انسانة مش مدققة ابتدي تحكي مشاكلي، فيبتدي الشخص الرئيس ده في الشغل يتعاطف معايا بقى ويديني هو السبورت ويقول لي انت كويسة وحلوة ومظلومة وازاي بس في البيت عندك يعملوا معاكي كده، ويلعب على النقطة دي واحنا ننجرف، نبقى احنا ناس مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي والشيطان بيعمل ايه. ارجوك يا جماعة كونوا منضبطين، ودايما اقول لكم الكلمة دي، المؤسسة المنضبطة هي المؤسسة الناجحة اللي عارفة بتعمل ايه فبتحقق نجاحات. وايضا البيت المنضبط هو بيت يعم المحبة والسلام، والولد والبنت والشاب والفتاة المنضبطين دي ناس اقوية قوي وهيجي لهم ناس حلوة قوي. لكن التساهل والانفلات ما اسهله، والناس اللي بتنفلت دي وتعيش في الغلط لانها منفلتة، الفاظها ولبسها وكلامها وعلاقاتها وكده، بيجوا بعد كده يبكوا، لان هم بعد ما الانسان اللي عايز من حضرتك حاجة بياخدها بيرميكي خلاص، ما خلاص ما بقيتش ذات قيمة عنده، ده انتي بقيتي في الارض. فاوعي تقللي من قيمة نفسك كبنت ربنا، وحضرتك اوعى تقلل من قيمة نفسك، ده انت حاجة كبيرة قوي عند ربنا، خلي بالك. فما تخليش حد في العالم نتيجة الخطية يزلك او يخلي راسك في الارض. طبعا اقصد برضو بالانفلات ده، يعني كنا لسه بناخد مؤتمر وجابونا ناس بيكلمونا عن الميديا والنت وازاي الناس بتهاك وعلى الحاجات دي وبتاع، انا سمعت حاجات تخض، بكلمكم بامانه يعني، سمعت حاجات تخض. يعني ان كل حاجه، يعني انت بيقول لك يعني ان في ابلكيشنز وحضرتك بتنزلها، طبعا انتوا عارفين احنا ما بنقراش، احنا اي حاجه اوكي يقول لك هعمل لك كذا تقول له اوكي، هاخد عيالك بتقول له اوكي، ما بتقراش صح. فمن ضمن الحاجات اللي ما بتنزل يقول لك انا هيبقى مسموح ليا البرنامج ان انا اخش على الكونتاكت بتوعك، ان انا اخش على الميكروفون بتاعك، ان انا اخش على الصور بتاعتك. فانت عايز تنزل البرنامج لانه ببلاش فري، فبتقول له اوكي. فممكن حضرتك وانت بتكلم حد، دي حاجه كنت امر اسمعها يعني، وانا بتكلم معاك وبقول لك ايه رايك ما تيجي نروح ماكدونالدز مثلا مش عارف ايه، تقول لي يا عم احنا بكره رايحين مطروح وبتاع، لو حضرتك دخلت بعديها تعمل سيرش في جوجل وكتبت ماكدونالدز ممكن يقول لك ماكدونالدز في مطروح عنوانه كذا. متخيلين بقى احنا واصلين لايه؟ ان الميكروفونات نفسها تنقل الكلام وهو بيترانسليت ده او بيترجم ده، فاول ما تسيرش يجيب لك الحاجه اللي انت عايزها عشان تبقى هو ده اللي انت عايزه. عشان كده ساعات الناس كانت تسال تقول لك ايه ده جوجل ده رهيب، ده انا الحاجه اللي بفكر فيها بلاقيها. هو ده الفكره، في كاميرا وفي مايكروفون وكل اللي، عشان كده يعني خدناها قاعده بقى لما تيجي تعترف بعد كده اقفل النت وانا هقفل النت، ما طالما الموضوع كده بقى، يبقى ما نيجي نقعد حتى قاعدة مهمة بنتكلم في كلام مهم، حتى لو بنهزر كده وكلامنا بقى سياسة وحاجات زي كده، لا لو سمحت افصل النت واقفل النت، لانك يعني انت متشاف ماشي. بس خلي بالكم النقطة بقى انهي بيها، لو احنا هنخاف ان احنا متشافين على الموبايل ومسموعين وبتاع، لا حط مخافة ربنا بقى اهم. تعامل نفس التعامل ده اللي انت خايف عليه من النت ده، ان الكلمة اللي هقولها دي ربنا سمعها، ان اللي هشوفه ده ربنا واقف ورايا وشايفه، ان العلاقة اللي انا ماشي فيها دي ربنا عارف ابعادها ايه ومش مبارك فيها طبعا لان علاقة غلط. فاذا كنا بنخاف من الناس بتوع الابليكيشن بالاولى يكون جوانا مخافة الله، محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم، امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ان شاء الله اجتماع الشباب بكرة زي ما احنا متعودين الساعة 7 اللي تبتدي رفع البخور، وعندنا بكرة